كمان كانت بكتاب. ايه ده بقى؟ مش كفايه شبكه؟ احمدي ربك، ده ابوكي كان مصمم على دخله كمان، وانا اللي هديته كمان. لا بقى، هو انا كنت عملت ايه يعني لده كله؟ من ناحيه عملتي فانت عملتي، لما تقفي تتكلمي مع شاب قدام الناس في البلد دي تبقي عملتي. واحمدي ربك ان ليكي اب له كلمته، واديكي شايفه عملوا ايه في صباح عشان بس ملهاش اللي يحميها. يعني كلمتي يخلوكي تتجوزوني غصب عني؟ ده شرع مين ده؟ في شرع انا وابوكي. وتلمي بقى، ما تجيبيش التهزيق لنفسك. واحمدي ربك ان اللي اسمه حسنين ما قراش اللي انت كنت كاتبه له في الورقه، والا سيرتنا كانت هتبقى على كل لسان، وساعتها ما كنتش هتلاقي اللي يعبرك لا انت ولا اختك. طب على الاقل بلاش فرح ولما وانا بالمنظر ده. خلاص احنا اتفقنا بكره مع بهلول، وشويه احمر وبودره هيداري ده كله، ما تقلقيش. افردي وشك، استقبلي فرحك بفرح، واسمعيها مني كلمه، لو بهلول ده مشي مش هتلاقي اللي يعبرك، والصهون اللي عامل لي فيها شيخ مش هيسال فيكي. انا وابوكي اضرب مصلحتك. يلا انت وهي ناموا عشان تصحوا بدري، عشان وشكم يبقى رايق. تصبحوا على خير. الله أكبر. الحمد لله، ألف حمد وشكر لك يا رب. بقى كده في يوم وليله بقى عندي بيت وحيطان وكنب متنجب بالقطن وبفيه، وكل ده كمان باسمي. يا فرحتك يا صباح يا رب. حمدك يا رب، الف حمد وشكر لك يا رب، دي نعمه كبيره قوي. ده انا كنت مرميه في الشارع. لا وايه، وحيطان مدهونه كمان. ياه ده كان حلو. وأوضة نوم فرداني، وسرير بعمدان، ودلاب حلو الدلاب ده قوي. والنبي ولا بيت العروسة، بس عروسة فرداني بقى من غير عريسة. الله يرحمك يا علي. أبا يا أبا. أبا مين؟ 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 يخرب بيتك بجد بجد، وحسيني وجيت أونس بيك. تتونس مين يا بتاع الكلب انت؟ امشي يلا، غور من هنا. غور من هنا؟ راح تأجرع يا بعادي بعدك. ايه يا لازق انت، هو انت كنت مكتوب على اسمي؟ يا بنتي ده انا جوز امك، يعني زي ابوك بالظبط. كنت جوز امي وامي ماتت، ولو ما لمتش نفسك يا عصفور ومشيت من هنا انا هشتكيك لسهمام واقول له انك بتعاكسني، وانت عارفه بقى ما بيتفهمش. ده يا صباح، وهون عليك يا بنت. ايوه يا اخويا تهون، يلا بقى امشي غور من هنا. وهون عليك يا صباح كده، دي اخر كبيتي فيكي، عايزه ترميني في الشارع يا صباح. ايوه يا اخويا عايز ارميك في الشارع، يلا امشي من هنا غور كتك القرف. امشي الله يرجعك يا صباح. القرف يا سلام يا سلام، هتقعدي في كل ده لوحدك؟ الله اكبر، خمسه وخمسه في وشك كتك مصيبه. طب ايه يا بت؟ يا بت بتستخسري الراحه في ابوكي. ابويا مين يا عره الرجاله؟ انت ابويا انت فخس. دي حته منامه، بتستخسري فيا حته منامه. اخص عليكي اخص اخص اخص. ان كان على المنامه مش مستخسراها فيك يا عصفور، هعمل لك مقام بحاله، بس موت انت وخلصني. اموت؟ موت لما بتاخدك. اخص عليكي، بت ما يتمشي فيها المعروف. ده بصي، ده حتى الازاز لسه في ايدي. امشي يا عصفور
امشي عصفور من هنا وروح القهوة، أنا سايبة لك أوضتي بحالها، اتمرغ فيها زي ما أنت عاوز. والله العظيم لو ما مشيت لأقول لسهمان بجد، وأنت عارف بقى هيعمل فيك إيه، أنا خايفة عليك. ماشي يا صباح يا حلوة، أنا همشي وهسيبها لك، خليكي قاعدة في البيت ده كله لوحدك لحد ما الديارة تيجي تاكلي. أنا وأنا جاي شايف دي بناس ناس كده بيلفوا بيقولوا يا صباح يقول يا صباح هاتلك منين؟ هتشوف دي خد ايه؟ هتشوف الديارة هتعمل فيك هتقرم كده ناس. امشي يا عصفور احسن لك. ودي النبي لفرجك، انت مش هيجي معاك غير الأنه. جبته لنفسك يا ومين ده اللي جابه لنفسه؟ ده الديب كان بيعوص. لا مؤاخذة. اتفضل. يا ساتر. طب الرجالة جدعان والله. عملوا البيت ووضبوه أحسن من اللي قلت لهم عليه. أنست وشرفت والنبي يا سي همام، أنا كنت هاجيلك من طلعة النهار عشان أتشكر لك. هو عمار ادالك ورق الملكية؟ أيوة اداهولي، هروح أجيبهولك. استني تراها فين؟ أجيب لك الورق. لا خليهولك، الورق أنا عارفه كويس. النبي يا سي همام أنا مش عارفة أتشكر لك إزاي. إنما أنا مش عارفة إزاي الصراحة كده، يعني كنت زمان بخاف منك الصراحة. إيه؟ أنت هتفضلي واقفة كده كتير؟ مفيش كوباية شاي، كوباية مية؟ أمال لو ما كنتش هواجاية وتعرف يوصل للمضايفة؟ يا دي العيبة يقطعني. والله ما عارفة أقول لك إيه، هجيب لك أحلى كوباية شاي في الدنيا دي كلها، وأحلى مية. أمين، أنتِ نمتي؟ لسه. هو أنتِ هتسيبيهم يجوزوكي غصب عنك؟ ومين قالك إنه غصب عني؟ ها؟ أنا مش فاهمة حاجة، هو أنتِ يا بنتي مش كنتِ معجبة بالشيخ حسنين وبعتي له جواب عشان تعرفي إنك بتحبيه؟ آه، وعمل لي فيها مش معبرني ومش عارف حاجة، خلاص بقى. ها؟ أنتِ عادي كده؟ آه، عادي كده. وبعدين عصفور في اليد أحسن من 10 على الشجرة. عصفور قطعله لسانه يا فلحة. ها دمك خفيف يا أختي. روحي بقى نامي برمناديلك ماما. يا ماما.